بروفنسيه ما بتحبهاش ملزقه ازاي اللي هي فيها ضعف من الراجل؟ لا على فكره، هما مين قال ان حب الراجل للست ضعف؟ انا ما قلتش كده عمري. لا انا بتكلم على نوع الرومانسيه اللي انت الرومانسيه الملزقه اللي سميتها ملزقه. لا دي قصه تانية، مش فكره ان انت تبقى ضعيف، ما انت ممكن تبقى ضعيف قدام اللي بتحبها من حبك ليها. أوه. انا ما قلتش ده. بس الرومانسيه اللي هي مش عارف اوصفها، يعني ايه الملزقه فالرومانسيه تبقى برجوله. طيب يعني انا ممكن احسسها بحب ليها وبتاع بصوت تخين يعني؟ لا يعني بكاركتر يعني حد يعكسها اضربه. لا وحد يعكسها ليه؟ ليه حد يعكسها؟ ما حدش يقدر يعكسها اصلا. لا ما حدش بس ده وجهه نظري يعني. عشان كده ما بتلعبش ادوار رومانسيه. بلعب ما يعني انا عملت كذا رومانسيه بطريقتك. رومانسيه بطريقتي ورومانسيه في اطار ايه؟ اه مش مسلسل رومانسي من ايه؟ انا مش نوعي. يعني في زمايل كتير بارعين في الحته دي. مش نوعي. لكن هو انا بشوفه وحش؟ لا ما بشوفوش وحش، بس حاجه انا ممكن اعمل رومانسيه بطريقه عرب السويركي. هو رومانسي بطريقه الخديوي. بطريقه الخديوي، ما هو بيحب الخديوي بيحب وكوماندا بيحب وعرب السويركي بيحب. بيحب حب ناشف كده، حب حرش. اللي هو بيبقى اقرب للي انا بحب، اللي انا بعرف بحبه يعني. واقرب لنفسيه معظم الستات المصريه. ما وانا بقى ما اعرفش بقى. طبعا لا، في ستات بتحب المسبسب ده الملزق. طبعا مش ملزق، ما قلتش حد ملزق، ما قلتش كلام، انا بقول الرومانسيه الملزق، ما قلتش رومانسيه، ما قلتش راجل. لا كل رجاله على راسي، قلت النوع الرومانسي، نوع الرومانسي الملزق. بس ما بعرفش اعمله.